سؤال، انا نعطيها سؤال هذا ماشي، هل في بعض الدول للحق للمتقاضي ان يرفض المحامي وينصب نفسه دفاعا عن نفسه، واش عندنا هذه الامكانيه في المغرب؟ كاينه. تفضل سيد الوزير. شكون اللي قال لك كاين؟ راه عدم القبول في الملفات الكتابيه اذا لم يكن لك محامي. هادشي تدار في ايام بوزوبه كوزير العدل. نبقاو في امريكا معتقل كيجيب حباس معاه وتيجلس في بلاصه المحامي وكيرافع عليه. غير حنايا اللي تواصل السماء. وعلى كل السيد عندي جوج ملاحظات السيد الرئيس. اولا بغيتكم باش في المحضر ان تسقطوا ملاحظتين كنقطه نظر. في الصباح سمعت كلمه وقال باسم حزبي كذا، ودابا كنسمع الحزب. لا اريد ان تكون في المحضر، انا هنا مع الفرق البرلمانيه وليس مع الاحزاب. انا اناقش الفرق البرلمانيه، الاحزاب عندي لقاء سياسي معهم في الشارع في المقرات ديالهم. لذا كنطلب اسقاط ملاحظه جوج الكلمه الصباح اللي قالت باسم حزب كذا، انا نائبه غير منتسبه. وهنا المساله الثانيه بيان وكذا وكذا يمشي يديروها في المساله الثانيه الاخرى. انا ما غنجاوبش المحامي احتكر بقوه القانون، ما كاينش محامي احتكر بقوه القانون. ما نجاوبش السيده النائبه ديال العداله والتنميه، الله قالت الا عنده مشكل مع المحامي شكون غينوب عليه. ثالثا الملاحظه الثالثه بغيت نقول السيد الرئيس، ربما السيده النائبه المحترمه كانت حاضره معنا وخنقشنا التعديلات ديالها بطلب من فريق الشراكي ومن فريق التقدم للشراكيه، طلبوا ان نقدم المحامي على الوكيل حتى الاستقلال تماما. نعم ما اطلبها ثلاثة الاحزاب، ما صافي كنسحبها. وهذاك راه ثلاثة الصباح فاش دوزنا هذا الشيء، مشي عليك اسيدي كنعتذروا لك. خلل دماغي زهايمر بركة كاينة. اللي بغينا نديرو درنا قدمنا المحامي على الوكيل، والنص الذي بين ايديكم السيد الرئيس هو مقدم المحامي على الوكيل. والوكيل في 79 ما ناقشوش كل وكيل باش يمكننا نفهموا، راه ما فيهش مساس لاختصاصات المحامي. هذاك الشيء غادي نناقشوه في قانون المهنه اللي تيجي، ها هو جاي يكون فوق الطبل ونناقشوا قانون المهنه انذاك. واش ذكر شنو هي اختصاصات المحامي؟ واش هي المجالات ديالو؟ شنو هي حدود ديالو؟ واش هي سلطه التاديب عليه؟ واجي تشوفوا اللائحه. شكرا.